في تصريح خاص لمركز الأخبار، أكد سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة بيبا أن المعهد حقق خلال عام 2019 إنجازات كبيرة ومتتالية ساهمت في رفع اسم البحرين عاليا في المحافل الإقليمية والدولية. عام 2019 كان لنا في نصيب الأسد من الإنجازات، أكبرها أفضلها أكثرها قربا إلى قلوب أسرة المعهد هو فوز المعهد بجائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. صارت هذه الجائزة على أساس البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية ودمجه مع أهداف التنمية المستدامة، واللي قدرنا نوصل على المستوى الدولي في هذا المجال. الجائزة الثانية هي أو الفوز الثاني هو الفوز برئاسة معهد الإدارة العامة برئاسة المعهد الدولي للعلوم الإدارية، اللي هو أكبر وأعرق معهد اللي تم إنشاءه في 1930 ويشمل القارات الخمس. اليوم مملكة البحرين في المحافل الدولية أمام المجتمع الدولي فيما يخص الإدارة العامة لها موقعها من الإعراب بكل وضوح من خلال مشاركاتنا من خلال رئاستنا للمعهد الدولي للعلوم الإدارية. بالإضافة إلى فوز المعهد للمرة الثانية على التوالي بجائزة التواصل في خلال الملتقى الحكومي اللي نفتخر من خلالها طبعا إن احنا قدرنا نخدم المواطنين من خلال خدمتنا لمنتسبي العمل الحكومي. هذه هو دورنا الأساسي، إن إحنا كيف ممكن نصنع من المواطن البحريني اللي يعمل في العمل الحكومي طاقة قادرة على التطوير والتغيير الإيجابي بحيث إنه يخدم في نهاية الأمر المواطن. كلنا عبارة عن civil servants، كلنا نخدم المواطن. كيف ممكن ان احنا يكون عندنا خدمه لهذا المستوى لاعلى المستويات؟ كيف ممكن ان احنا يكون نوصل الى طموح القياده وطموح المواطن؟ وهذه ربنا لك الحمد من خلال هذه الانجازات اللي صارت.